ابوك الزلايف رجال مرمطه. You again? Yes. What happened? Why are you out again? Because we have a problem in the hotel booking. Now? How? وش ذا الريحة؟ إيش هذه الريحة؟ حمام في كذا الغرفة؟ أنا أول مرة أشوف غرفة ثلاثة في ثلاثة. يا ابن الحلال أنت متأكد هذه الغرفة نفس اللي شفناها في الموقع؟ خلنا نلحق على العيال إن كانهم ما راحوا. يلا يلا. ياها وربي ما هانت علي الصحوبيه اسيبكم. وش جابك يا السحب انت وياه؟ افا يا عيال، يعني تهقونها مننا، نترك اخويانا يتمشون يدورون فنادق وننام؟ ايه هذا عشمنا فيكم، كفو كفو قطيب. الله يكب دكتور عمك. اقول فكونا من البربره حقتكم مضيعه الوقت، خلنا نشوف حل هالمشكله. Yes. Do you know an hotel has a plenty of rooms? I think it's a little bit hard now. Because we're at high season and the hotels are busy and full. What is the solution? I think I can take you somewhere to find the available rooms. But the rate is gonna be too high for you guys. وش يقول ذا؟ يقول انه يعرف مكان بس انه غالي. يا ابن الحلال اهم شيء ننام ونرتاح وبكره يصير خير. وهو صادق. كفو يا التاكسي الخبره. والله حبيت الادب يا انا. اوكي يلا يلا يا عيال مشينا. اوكي يلا. هلا بالعيال. درك سنات منا ومنا. The hotel you told us is far from here? No, we just almost there. The problem. Can you help me out, please? Yeah, sure. Thank you. يا ليل ما هو بوقته ابدا. قسم بالله يا همعوك سمعنا وين ما نطقها عوجه. صح لسانك ابوي قصيده حلوه بس ايش يعني معوكسه ذا؟ اقول ما ودك تعضلك على شحم انا اصنك على اذنك. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على عيال بعض الناس. ايه وش تقصد؟ ترادر انك تقصدني ما لها داعي تفهم ولا لا؟ اقول ما ودك تسكت انت. هدوا هدوا الليل. اختي الرجال واطين. وانت شغلتنا حبيته حبيته. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقه.